اهلا بكم في حلقه جديده من ريمونتادا، وهنبدا من نتائج مباراه اليوم في الدوري الممتاز. النهارده تلعب 4 ماتشات في الجوله 15. البدايه كانت مع تعادل الاسماعيلي امام اسوان بدون اهداف، وفي نفس التوقيت فاز نادي امبي على فاركو بهدف من ضربه جزاء جاءت في الوقت بدل الضائع. والساعة 5 انطلقت مباراتين، انتهى أول لقاء منها بالتعادل السلبي بين سيراميكا كليوباترا وطلائع جيش، ونجح فريق الاتحاد في تحقيق الفوز أمام حرس الحدود بهدف محمود علاء من ضربة جزاء. وبكرة هتتلعب 4 ماتشات في خدام الجولة 15 من الدوري الممتاز. البداية هتكون الساعة 3:45 بين فيوتشر والمصري البورسعيدي، في مباراة هتشهد جيم خاص بين حسام حسن وعلي ماهر. والساعة 5 هيحل نادي الزمالك ضيف قوي على فريق غزل المحلة، في مباراة هتكون شرسة على أصحاب الملعب، علشان فيريرا مش بيفكر في حاجة غير الفوز بعد خسارة القمة أمام الأهلي وانتشار أنباء تؤكد اقتراب البرتغالي من الرحيل. من الناحية الثانية، المدرب الشاب عبد الباقي جمال بيسعى لإثبات ذاته واستمرار تحقيق نتائج مفاجأة في مشواره التدريبي مع الفريق. النهارده الزمالك اختتم تدريباته استعدادا لماتش بكره، واعلن فيريرا قائمه الماتش اللي شهدت غياب محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب وعكه صحيه، وغياب حمزه المسلوسي بسبب اصابته بكدمه في القدم، واستمرار غياب احمد فتوح وعبد الله جمعه وابراهيم ندي بسبب عدم الجاهزيه. تعالوا نشوف توقعات الجماهير ومباراه بكره ونرجع ليكم مره ثانيه. عايز اخد رايك في مباراه الزمالك والمحله، شايفها ازاي وتوقعات؟ والله الزمالك بيلعب كويس جدا، بس انا شايف ان الزمالك يفوق من اللي هو فيه، وبس هو بيلعب على فكره كوره جميله جدا، واتوقع يعني بنسبه 80-90% ان هو هيلعب المره دي كويس جدا. وانا توقعاته كلها ان هو ان شاء الله باذن الله هيكسب الماتش ده. هو الطبيعي ان بكره المفروض ان الزمالك يكسب، ما عندوش خيار غير المكسب. مش عارف المكسب هيغير حاجه ولا لا، بس على الاقل يبقى الفرق ما وسعش اكتر من 8 نقط. ومش عارف بكره حاله اللعيبه الفنيه هتبقى عامله ازاي بعد خساره ماتش الديربي، وبعد التصريحات رئيس النادي، وبعد المشاكل اللي بتحصل في الزمالك بعد كل خساره. فبس على الاقل احنا في عنق زجاجه محتاجين نخرج منه. توقعاتي ليها غالبا هتبقى تعادل، دي يعني احسن نتيجه هتبقى للزمالك، يا اما هتبقى فوز للمحله. وايه السبب؟ السبب ان الزمالك عنده مشكله، الزمالك لما بيحصل دروب عنده كانك بتكر سبحه اتقطعت. ماتش صعب على الزمالك طبعا، على المحله الزمالك عشان لسه خسران من ماتش القمه، ومش عايز ينزل المراكز، يعني عايز يطلع المراكز الاربعه الاولى عشان على الاقل يضمن مشاركه افريقيه. ومع الغيابات وكده، والمحله طبعا دلوقتي مستواها متحسن وكده، ومحل صعب على الاخر، فيبقى ماتش صعب على الفرقتين خصوصا الزمالك. توقعاتنا احنا نتعادل، يعني الزمالك مش هيكسب. الزمالك مش لازم فيريرا يغير من طريقته، يعني فيريرا يرجع يلعب 3-4-3 زي السنه اللي فاتت. هو دلوقتي بقى عنده يعني بقى عنده لعيبه كتير وعنده افراد كتير، فهو حب يغير الطريقه 4-3-3، دي مش هتناسب اللعيب المصري. انت ما عندكش نمره 8 في الزمالك غير امام عاشور. ومن مباراة الزمالك وغزل المحلة، لقاء الأهلي والبنك الأهلي، واللي هيتلعب على استاد القاهرة الساعة 7 بكرة. كمان هتتلعب مباراة بين سموحة وبيراميدز في نفس التوقيت. الأهلي هيواجه البنك الأهلي بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الزمالك في آخر مبارياته. واختتم الأهلي تدريباته النهاردة الساعة 7 على ملعب إتتش، وأعلن كولر قائمة المباراة واللي شهدت عودة عمرو السولية وبرونو سافيو بعد التخلص من الإصابة. ولكن قائمة الأهلي شهدت غياب علي معلول بسبب الإجهاد، واستقر كولر الاعتماد على أحمد نبيل كوكا بدلاً من معلول. كمان الجهاز الفني للنادي الأهلي قرر يريح حسين الشحات ويحافظ عليه من إصابة قبل كأس العالم للأندية، بعد ما اشتكى الشحات من إجهاد عضلي، وقرر منح الفرصة لطاهر محمد طاهر من أجل تجهيزه لكأس العالم للأندية، خاصة أنه كان غايب طول الفترة اللي فاتت بسبب إصابة في الركبة. نروح نشوف توقعات الجماهير مباراة الأهلي والبنك الأهلي ونرجع ليكم مرة تانية. عايز اخد رأيك في مباراة الأهلي والبنك الأهلي، شايفها ازاي وتوقعاتك ليها ايه؟ اتوقع ان المباراة هتبقى صعبة، عشان الأهلي الفترة اللي فاتت كان مستواه مش احسن حاجة بغض النظر عن مباراة الزمالك وكده، وفرقة البنك الأهلي محترمة، عاملة صفقات محترمة الموسم ده،
فانا من رايي الاهلي هيكسب مثلا نقول 2-1 ولا حاجه، بس المباراه تبقى صعبه يعني. لا، الفوز النادي الاهلي طبعا. الاهلي ما شاء الله متقدم اليومين دولت، وعنده استحواذ كبير ان راح كاس عالم الانديه، فهو عنده استحواذ. وفوز على النادي الاهلي، فوز على نادي الزمالك، مديه دفع اكتر يحافظ على البطوله ويحافظ على الاستيراد وحافظ على كل حاجه ما شاء الله عليه. هو ماتش صعب بالنسبه للاهلي انه خارج بفوز، طبعا فوز على الزمالك فوز كبير، فوز عريق، فطبعا فريق كبير زي فريق الزمالك وان انت تغلبه 3-0 وتلعب بالاسلوب ده هتدخل البنك الاهلي مباراه صعبه. اصلا بنك الاهلي معودنا دايما انه بيقفل اي فرق قدام الاهلي لازم تقفل، فمحتاجه شغل. مباراه قويه للاهلي، هو ده اخر بروفا ليه قبل كاس العالم للانديه، وهو طالع من فوز كبير على الزمالك، ومش هيحب اللي هو يضيع فرحته بالانتصار على الزمالك يعني. فهيلعب ماتش اكيد قوي عشان يبقى رايح كاس العالم للانديه، وهم الفريق فريش وكده. الاهلي مستواه كويس دلوقتي وبينافس هو اول الدوري، فان شاء الله يحقق نتيجه كويسه يكسب البنك الاهلي. متوقعين ان شاء الله يكون الفوز 2-0. ولسه مكملين معاكم في اخبار النادي الاهلي، واللي هيستعد للسفر بعد مباراه البنك الاهلي مباشره للمغرب عشان مشاركته في كاس العالم للانديه. الاهلي هيسافر يوم 27 يناير على طائره خاصه علشان يستعد لاول مبارياته في البطوله امام اوكلاند سيتي، والمقرر ليها يوم 1 فبراير. ومن الاخبار المحليه للاخبار العالميه، وكان ابرزها انتشار تقارير ايطاليه كشفت تفكير نادي ليفربول في بيع الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق فتره الانتقالات الصيفيه المقبله والتعاقد مع بديل. وأكدت التقارير أن باريس سان جيرمان الفرنسي أبدأ اهتمامه بالتعاقد مع محمد صلاح، وعشان كده ليفربول بيفكر في بيع النجم المصري مقابل 70 مليون جنيه استرليني للاستفادة من بيع اللاعب ماديا. وفي كده انتهت أخبارنا النهاردة، ولسه مكملين بعد الفاصل مع كابتن محمد عباس.